السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي أخوتي، تنتمنى من الله تعالى تستافدوا معايا شي حاجة في هذه القناة ديالي. الله فتحتها أول مرة، كنتمنى من الله تعالى تستافدوا معايا شي حاجة. غادي نعرفكم على شي حوايج اللي كندير، المهن اللي انا كندير متعددة، والحمد لله هذه هبة من الله سبحانه بغيت نتشاركها معكم. الحمد لله، والله الا كنحمد الله وكنشكره، انا في نعمة اني وفقني الله تعالى اني غن تشوفوني وتعرفوني، واخا تعرفوا شي حاجة قليلة معايا تستافدوا، راه الحمد لله هذا فضل من الله سبحانه. كنتمنى من الله تعالى تابعوني وديروا لي جيم، تفعلوا القناة ديالي وديروا الجرس، يبقى يطلع لكم الجديد دائما ان شاء الله بإذن الله. نتمنى من الله تعالى التوفيق. انا ام ربعة ديال الوليدات، متزوجة ام ربعة الوليدات، جوج بنات وجوج ولاد. كنسكن في سيد المختار، واحد البلاصه بين شيشاوه وصويره، واحد البلاصه كيقولها سيد المختار. غادي نعرفكم عليه ان شاء الله من هنا للقدام، ان شاء الله من هنا للقدام ان شاء الله غادي تشوفوا تعرفوا شي حوايج ان شاء الله باذن الله تعالى. انا الحمد لله كنقول خرجت من الظلمات الى النور. كنت ما قارياش صغري، تكبرت ولت وليداتي اللي قريت، الحمد لله عاد كنعرف شويه، فهمت الحمد لله الحمد لله. وكنعاود نكررها، ولله الحمد والمنه، يا ربي حمدتك وشكرتك اني عرفت بحالاش نقرا كتاب الله تعالى، بحالاش نعرف شحال من حاجه. وهبني الله تعالى اني نكون قابله مولده شعبيه، بحال كيكون قابلات بحالاش قطع الفيديو قابلة في الدار، كنولد العيالات في الديور الحمد لله، هذه من نعمة الله سبحانه. كنقرأ باقي كنقرأ محاربة الأمية، كنتمنى من الله تعالى نزيد نتعلم ان شاء الله، وكنغسل الموتى في سبيل الله، يا رب اجعل في ميزان الحسنات. تكتشفوا معايا شي حوايج ان شاء الله اللي غادي يفيدوكم ان شاء الله. كنت درت واحد الفيديو قصير، درتو على حساب غير العائله وخواتاتي وعائلتي هاد المقربين باش نلوحو ليهم، ومنين نحتو ليهم عجبهم كلشي، بقى علاش امينة ما ديريش قناة، ديري قناة، كلشي كيقول لي ديري قناة، علاش ما ديريش قناة، ديري قناة يستافدو معاك الناس، وبالغيب شي حاجة كنتي كتعرفيها يستافدو معاك الاخوات والبنات والولاد، والحياة هادي سبحان الله غادي يستافدو معاك الكبار والصغار. ايوا بقيت كنفكر، الله العلي العظيم، يا 3 ايام ولا 4 ايام وانا كنفكر، ما كيجينيش النعاس، نديرها ولا ما نديرها، واش غادي يقبلوني ولا ما غاديش يقبلوني، واش غادي يعجبهم هادشي اللي غادي ندير ولا ما غاديش يعجبهم. استخرت الله سبحانه وتوكلت على الله، كنتمنى من الله تعالى نعجبكم نفيدكم ان شاء الله وتستافدوا معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.